التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع هذه الانطلاقات المتتاليه، وشوطنا الثالث يتحرك بوزن الابكار الفطاميين المشتركات. ونرحب بهذا الشوط ونرحب بحروب على المقدمه خليفه بن غويث الاشتبي من يقدم لنا الحروب بالمركز الاول، المركز الثاني الرسميه محمد بن راشد بن مرخان، اما المركز الثالث تاتينا التماس احمد بن علي ابو نواس، والمركز الرابع فهنا احمد بن سيف الضبيعه مع الظبي، هذا المسمى الذي يعشقه احمد بن سيف الضبيعه من الفطيم وحتى الحول، يعني هذا الاسم اللي هو يحبه ويعشقه. هذه المراكز الاولى مشاهدينا الكرام، ولكن العوده مع حروب، يا حروب العطاء يا حروب الشوط، حاربي عن المركز الاول خليفه ابن غويث من يقدم لنا الحروب باول المراكز. التماس تاتينا لاحمد بن علي ابو الواس بالمركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث فهنا ايضا الشعار المقعودي المركز الثالث فهنا ايضا جاسم بن راشد المصبح الراعي هذه، ولكن روح يا سلوب يا سلوب يا راعي الحروب، خلاص لا تأذيها، خلت تتعلم ما سوت غلط ابدا، الاول وخذته الاول والناموس والمركز والانتصار والزعبران معها. سلوب سلام يا بن غويث، سلام الخليفه بن غويث الاشتبي، انهني على فوز الحروب بالمركز الاول. المركز الثاني مركز ثمانية بن واس، والمركز الثالث كم هذا؟ أظن شعار جاسم بن راشد المصبح راعي. توقيتنا كم يا شباب؟ كم الورقة ولا هني؟ دقيقة.